خلاص يا اسطى يا اسطى يا اسطى احنا كنا بنعمل فيك مقلب يا اسطى بنعمل فيك مقلب يا اسطى خلاص يا اسطى والله بنعمل مقلب خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبدايه فيديو جديد. النهارده المفروض يا جماعه ان احنا قاعدين عند واحد صاحبنا اللي احنا رحنا له اسمه ايه اسمه التركي. المفروض دلوقتي ان هو احنا جايين عشان نصلح له العجله بتاعته, بس انا ضرب في دماغي ان انا عايز اعمل فيه مقلب. المقلب بقى عباره عن ايه يا معلم؟ اقول لك انا عباره عن ايه اللي احنا نمسك له عجلته دي, يعني مش هنخلي له في اي حاجه دمار يعني دمار. بيقول الاخ ده طبعا خلقه ضيق ويتخنق بسرعه ومش حامل اي حاجه وعيل غبي, فهشوفه دلوقتي فانا في الاخر صدقوني ربنا يستر بقى. فالمهم يا جدعان هوريكم برده صاحبي اللي بيصور عبده قدامه يا جماعه وماسك التليفون. هو التليفون ده اللي احنا هنخبيه او هو هيمسكه في ايديه ويبتدي يصور من على الجنب عشان خاطر يا جدعان ان عبد الله هيتكسر النهارده ربنا يستر. فنور يا جماعه النهارده اخش دوت على, يلا جاهز يا ماو؟ يلا ده شكله بوز جامد قوي النهارده. يلا بينا يا جدعان هنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. تعالى من هنا يا ماما. العجله هناك يا جدعان اهي. هنعمل فيها ايه بقى؟ طبعا احنا بعتناه يجيب صواميل للعجله دي عشان كان في حاجات كده بايظه, انا قلت له عليها عملت عليها حوار يعني وكده. فالمفروض دلوقتي اللي احنا هنجيب العده وهنفرتك له العجله دي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب استنى بس واحد اعرفكم حاجه. تعالوا كده تعالى كده يا ماما معلش. دلوقتي عبده قاعد في الحته دي اهو هيصور بقى ايه من غير ما حد ما يعرف. هتصور بالثقوب بس ماشي عشان لو دخل علينا ايه زي ما انت قاعد هنا على جنب كده تصور من تحت من غير ما يعرف. ماشي نكمل بقى بقيت ايه فك العجله بقى وبتاع. هنطلع بقى المفتاح يا جماعه اللي احنا هنفك بيه اهو. يلا ماشي قلب لي العجله دي. يومه مش فايت النهارده. لا مش كده مش كده ما تقدرش تقلب العجله ايوه بالعكس كده اهو. لا ايه ده ايه ده تهنا يا قوي يخرب بيتك يا مان. عامله كده ليه؟ تريله جت تريله المروحه كده تكسر المروحه. بسم الله مفتاح اهو 15 فكله بقى اضطر قدام دي زي ما بنبوظ صبر حياتنا بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مش عايز تفك ليه؟ لا فكت ان شاء الله هتفك باذن الله. امسكي معايا ماو ده العجله مليانه تراب ده بقى 10 سنين ما اتنضفتش شكلها. شكله معفن ولا ايه ده؟ لا لا يا عم دوش عليه كده يا عم. لا ده صديقنا ده برضو كده. فك فكنا السمولة ايه فور بقى فك الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وسع ايدك كده ده لسه العجلة زيرو اصلا من ساعة ما جات من اسمه ده من عند العجلات دي من ساعة ما جابها جديدة ما فكهاش قبل كده. فانا هدمرها لك دلوقتي ماشي اصبر عليا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي فكت هاي. لا لا. كده. عايزك بقى تاخد الطارة دي تخبيها في أي حتة خد. خد خبيها. بقول لك يا مان. إيه؟ أنت هتبوظ الحفلة كلها؟ ده أنا هدمرها ولك بص مش هخليها تنفع تاني. ولسه. بص بقى عيل بس. استر علينا. انا كنت جاي اعمل خير النهارده بس هي ضربت دماغي بقى نعمل فيه مقلب. ربنا حلو يستاهل. يا ترى نعمل فينا ايه يا ماو؟ لا هو مش يا ترى هو كده هيعمل فينا ايه يا ماو؟ يا رب ان شاء الله تفك بس هفكت اهي. العجل ده معرفش ماله معلق ليه. ده العجل بص مالها شحن بهدلتنا اهي. يلا شد كده اهو. يا خرابي ما فيش اسهل منها يا جدعان. بس يعني نصيحه لكل اخ يعني اللي بيتفرج عليا يعني لما يقلدناش عشان لو فك العجله وبوظها زي كده ممكن صاحبك فاهم يولع فيك انت حر. انا الحمد لله مأمن نفسي انا مع اصحابي هم زي ما انتم شايفين لو حاجه حصلت هم يحوشوا عني بس مش عارف هم يطولوا يحوشوا عني ولا لا. اكيد احنا هنعرف نركبها تاني زي ما حتى لو فكناها اهو ولا احنا نبوظها ونسيبه نجري. سيبوا نجري. هنطلع على طول هسه نقف. هات المفتاح ده. لا عيب عليك يا صديقي احنا معاك. كده انت واقف محدش شايفك. هي كده بتفك صح؟ كده بتفك. يا عم ده الكفاف بتاعتها هتتغير ده عايز عجله العجله دي. مجبره نجيب واحده انا ولا ايه؟ مش عارف انا. فك يلا. وانا وسع على فكره اسمها ارميها انا اهو. يا عم انا اتعرف فيا. جدع ليه بقى؟ هو تلاقي زمانه جاي دلوقتي اهم حاجه بس تحضر نفسك ماشي؟ ما تقلقش ما تقلقش. استخبى انت بس. هحط على نفسي الليالي. ما يا بختك انت ولا يضرب ولا يحصل لك حاجه ما تبقى استخبى. بس لو شافك مش هيحلك. انت حر بقى.
انا حلاف نجري انت مزنوق. انا بعمل انا اقول بعمل فيك ماله بعمل ايه طيب؟ هم اللي قالولي هم اللي قالولي صح. عبد الله ايه؟ انا ماليش دعوه عم الحاج اهو ارمي بقى شوف هترميها فين. طبعا فكي تاني حرام كده كفايه كده. هو كله تتاخر ليه يا عم؟ بص لك حاجه هو لما يجي يقول له ايه العجل جري لوحده راح فين العجل ما اعرفش. انا اقول له حبيت اصلحها بس ما عرفتش اصلحها. بقول لك ايه؟ تعالى نقعد بس هنا شويه عشان تعبت. تعالى اقعد شويه هو الوقت اتاخر ليه ما اعرفش. اقعد اتفضل. هو كل ده بيتاخر وما جاش ليه يا عم؟ كل ده بيمشي صامولتين ليه اللي انا قايل عليهم؟ شوفوا بتدلع في واحده وقفته ولا لا؟ ايه؟ ايه؟ الجو اصلا بقى حر لعينه. اه ده عايزين نجيب تكييف. عايزين نطلع مصر. نطلع عم مصر في ندغدغ الدنيا. بس كده؟ اه. اخوك ابراهيم واخوك عبد الله. اهو جه هناك اهو الترك اهو، يا عم الترك اتاخرت ليه؟ يلا يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. دور كده اتفضل حبيبي. ايه رايك يا صديقي؟ ايه مالك؟ ايه امسك نفسك بس. مالك يا صاحبي؟ ايه رايك؟ خد بس تعالى. ايه هو ايه يا اسطى انا عامل لك ده؟ انا كلمه انا جايبك تصلح العجله ولا تخربها؟ جايبها تصلحها. هو بيصلحها خد بس اعمل ايه بس؟ يا واحده اعمل ايه تقول لي؟ تعالى استنى بس انا جايبك تصلحها. ايوه تبعت دي امسك معايا صلحها لك. خلاص خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى في ايه؟ ماو مالك ماو بس عبد الله ازاي يعني تخلع الجد بتاعته كده؟ انت مالك بيا؟ ابعد عنه الفكره. خلاص المهم احنا لسه هنزيع يسأل بتاع الفيديو ده على اليوتيوب. موافق؟ انت حبيب هو اللي دي يعني تقول خلاص يا عم هصلحها لك لما ترجع مكانها. حاضر خلاص صلحت عن صلح العجله. هو طب ارتاح حد اعضائك ارتاح هات بس الكفات. انت رميت الكفات فين يا عم؟ مش عارف انزل حاجه من تحت يا ابني. عيب يا ابني ما ترخمش عليه. خلاص يا اسطى خلاص انا هجيبها. خلاص يا اسطى خلاص انا هجيبها لك. انا خسرت يا عم حرام عليك يعني لازم يعدم في مقلب يعني. بقول لك يا صوتي ده شعورك ايه يا حبيبي؟ شعورك هتعرف في الاخر. لا ده الواد ده بقول لك ايه الواد ده رمى الكف بقى بذمه بقى فاهم؟ اهي 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 تليفونك
كويس. هات بقى المفتاح 15 مفتاح 15 مفتاح 15 احلى مفك في الدنيا اهو. خلاص يا استاذ خلاص يا عم انا مال ممكن بس تجنح يا فين الكاوتشات يا فين الكاوتشات يا عم اجيب لك انا اجيبها بس وسعني طيب بس هتنزل تحت كلام كريم انت مالك انت تعصبني على ايه الاشكال دي خلاص كفرك بدهي فين كفر تاني بقى ما بتعيدش حد كفر جري كفر جري ليه يا عجلة كفر جري زي ما كانت اهي اهي حد امك بتكسرك انت لا لا طب انا ذنبي ايه يا ابني انت ذنبك ايه هتعرف في الاخر ده ماشي ماشي يا عم غصه هتركب ايه انت على الطلاق لو واحد منكم متكسر انت بتعملوا فين انا اقول لكم محدش هزر معايا صح 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 واحنا اخواتك خلاص بقى صح ولا مش صح يا اسطى صوتك خلعت ودني يا اسطى انا قلت له تركي لا ما تتكلمش حاضر يا بجع انت قلت له تركي منك جعان هاكلك انا ده ابني دي تعال ده هاكلك ضرب دلوقتي بس اصبر على فكره يا صاحبي اللي انت ما تعرفوش ان انا بحبك كنت جاي لك اصلاح العجله بس الواد الكذاب ده قاعد بره في الفيديو يقول لك ان انا ايه ان انا قال ازاي شايف خلاص بقى خلاص خلاص انا جاي اصور انا جاي اصور انا جاي اصور هم قالوا لك هنعمل مقلب هم قال ايه ده بس ايه ده هيصلح لك بس التليفون حاسب التليفون خده من هنا حاسب التليفون لسه متصور بيه خلاص خلاص بقى خلاص ما قلناش نصور مقلب خلاص طيب اوعى خلاص بقى احنا اخوات خد تعال تعال بس امسك معايا تعال امسك بس معايا معلش امسك معايا روح يا اسطى هات لي الطرات يا اسطى روح هات الطرات انجز هات الطرات يا اسطى نعم احنا غلطانين اصلا جاي نهزر معاك المهم تعال اصلح في عجلتك دي ايه؟ وقع التليفون كده محدش وقعه ولا لا واسع التلبش ربنا يبارك لك بقول لك ايه انت كنت عايز تصلح ايه في عجلتك يا اسطى؟ اصلح ايه؟ صلح ايه انت عورتني على فكره انت عورتني والله لما تتعور والله عورتني ورم تاني خلاص طيب خلاص يا اسطى خلاص عمي الله يكرمك ابعد عني انا هجيبها لك في وش شيل ايدك حاضر خلاص طيب خلاص انت الحمد لله عم عملها جامد كبر دماغك وما زمان اتصفى مع بعض دلوقتي تعال تساعدني بس معلش عيب بارد انت تعال ساعدني تحت امسك معايا من بوصه تعال حاضر بقول لك يا انت بص اهدى نفسك بقول لك يا ماو هو انت بس الشقه بتاعتك دي منها طرب كده ليه ما بتكنساش ليه مقفوله بقى لها سنه ليه بقول لك ايه يا ماو هطلبك هتتجوز يا ماو ربنا يبارك لك يا دكتور تتجوز اقول لك استديو بدور على عروس بقول لك يا اسطى هي الطياره دي بتركب ازاي؟ الطياره بتركب ازاي؟ وانت فكيتها ازاي؟ مش عارف العكس اهدى بس بالراحه بالراحه الف على السلامه من كلمه يا حبيبي ماشي ما بتاعك هتيجي في ايدي يا عم بسم الله كل دي كوتشات قبل المقلب اللي اعمله فيه يا عم انا اخوك اصلا مش فاهم مقلب انت يا حبيبي حاضر حاضر هحلق لك شعرك بنت بقول لك انا واقف خلاص بقى احترمني يا عم في ايه يا ابني وقت صوتك خلع ودني من احلفك بالله فقع هيجيب لك عينك اهون عليك هتون عشان عجله هتون هتسكت لا قول يا خد العجله عيب والله ماشي يا عم ماشي يا عم المره هصدر معاه تاني يبقى هصدر خلاص يا ابن الذين سددت يا عم يا عم وربنا يا اسطى كفايه يا اسطى هزار بعد ذاك بعد اركب بس مع العجله خلاص يا عم تركي عم بيزعل من اي حاجه يا عم عارف انا بس ريك بتاعي خلاص اهي ولا دي عجله تسال عليها هدي عليك بقول لك ايه ما هو انت جايب العجله دي بكام مش عارف انا يعني عبد الله صح بتسمعش صوت اتكلم عبد الله ايه ده دلوقتي بتحسبك بعدين حسابك بعدين اديكوا التليفون هون شرحه ادونا التليفون ده انت على الطلاق بص حليقها ده انت هتاخد حد في الصياد بس بقول لك يا خلاص بقى بقول لك يا صديقي صديقي خلاص كده ركبنا لك العجله اهي زي ما كانت هي في حاجه ثانيه مخروعه فيها فين الثانيه بقى ثانيه من ثلاثه من تحت مش انزل انا اللي انزل اجيب انت انزل جيب بس اصبر بس انا بضرب كويس مش عاجبك يا عم كلمنا ادي اكلم اي حد انا عاوز خلاص 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 يا اسطى يا اسطى يا اسطى بعد اذنك خلاص خلاص احسن ما تقدر بس في بص في ثانيه ركبت لك ازاي انا انفع عجلاتي اهي احلى عجله في الدنيا لا بتركب كده اي حاجه خلاص ده حمار مش فاهم حاجه انا حمار انت برنس انت انا عربي انا عربي بقول لك ايه يا تركي طب انت جاي اصلا تعمل ايه يا عبد الله جاي اعمل ايه انا المفروض كنت جاي اصلحها بس الخرابه ده هو اللي قال لي ببوظها العجله احسن انا غلبان ده انت غلبان ده انت سوسه غلبان هات سموله دي غلبان هناك اهي حاضر هقول لك على حاجه تركي و مالكش دعوه بيها قول يا العجله بتاعتي تحت تحت فين تحت المدخل البيت حبيبي
انا في البيت. يلا بقى يلا بقى انا خلينا نطلع الفن ماشي ماشي والله يوم مسافر ماشي فك يا خد معايا الله اكبر يلا اسحب يا تركي السلام عليكم انت حبيبي انا قافل الباب المفتاح كان ايه يا حبيبي شغاله في البار